هناك أمور يجب تعديلها ونقاط قوة ينبغي استثمارها في المباريات المقبلة. التصريح لمدرب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة هشام دقيق عقب فوز أسود الأطلس على بنما بستة أهداف لثلاثة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس العالم لكرة القدم داخل القاعة أوزبكستان 2024. عامل التجربة خان بعض اللاعبين وكانوا أخطاء وكانوا ارتباك، ومن رجعنا للتوازن ديالنا وقربت بنما، احنا متفقين ان الدقائق الاخرى هي اللي غادي تكون حاسمه في النتيجه، وهذه هي التجربه وهذه هي الخبره ديال اللاعبين. لكن بزاف ديال الامور خصها تصلح، وبزاف ديال الامور كانت ايجابيه خصنا نستغلوها في المباراه القادمه ان شاء الله. اهداف النخبه الوطنيه ضد بنما سجلها كل من سفيان المسرار وسفيان الشعراوي وادريس الرئيس فني. بنما لعبة فينال لجا عندهم زيرو نقاط، جوج بيوم صعب صراحة. الحمد لله جبنا الربح في جوج بيوم، احسن نتيجة لدينا في الكاس العالمية هذه، ستة نقاط جوج ماتشات. منتخب بنما اليوم ما كان عنده ما يخسر، كان لاعب للتأهل بحكم المقابلة الاولى خسره. حنا الحمد لله قدرنا نتحكموا في المقابلة بالاكسبيرينس ديال اللاعبين، لا تعليمات ديال المدرب ديالنا السي هشام دقيق. بخصوص المباراة المقبلة امام البرتغال، اشار هشام دقيق الى ان الحالة الذهنية ستكون حاسمة في المباراة. احنا كنعرفوه حتى هما تيعرفونا، وما كاينش شي فوارق تقنية ولا تكتيكية، الفوارق هي ذهنية ونفسية. انتما تشوفوا او الدراري اللي اول مرة تيلعبوا فريمون، انا ما كنعرفهمش في الملعب رغم التشجيعات رغم الاصلاح. صعيب وصعيب بزاف ان لاعب اللي اول مرة يحمل القميص الوطني في هاد التظاهرات الكبيرة. تنتمنى انهم يخرجوا من هذا الضغط. صعوبة المباراة يؤكدها أيضا مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم داخل القاعة، إذ يرى منتخب المغرب واحدا من أفضل المنتخبات في العالم. لدي تقدير كبير للمنتخب المغربي لشخصيتهم ولإبداعهم، أسلوبهم في اللعب وطريقة خوضهم للمباريات تعجبني كثيرا. هذا الفريق قدم أداء رهيبا في كأس إفريقيا الأخيرة، ولا نقاش في كونه من أفضل المنتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره البرتغالي الأحد المقبل بطشقند برسم الجولة الأخيرة من أجل تحديد صاحب المركز الأول في المجموعة.